نحن في هذه اللحظة بأزمة سياسية وصراع بين أخوة الوطن الواحد وبين من كانوا يقاتلون الإرهاب في خندق واحد، ولكن للأسف هذه الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني وتهدد استقرار الناس. نعم، الناس بدأت تشعر بالقلق والإحباط. إن أزمات العراق ليست بلا حلول. بالأمس كان الحل أن يتعاون الجميع مع الحكومة والقوى الأمنية والإجراءات الاقتصادية، واليوم الحل أن يتراجع الجميع من القوى المختلفة فيما بينها أمام مصلحة العراق، وأن يكون الجميع مستعداً لتقديم التنازلات حتى لا نضيع الوطن في صراعات وتحديات سياسية. واللحظة التي لا سمح الله أن حدث فيها صدام، فإن إطلاقات الرصاص سوف لن تتوقف وتبقى لسنين. وأنا متأكد أن كل العراقيين حريصين على بلادهم، وأن كل قوى السياسية الوطني العراقي بدون استثناء تعمل من أجل وخدمة العراق. كيف نحول الاجتهاد أو الخلافات إلى فرصة نجاح؟ العراق أكبر من الجميع، والعراقيون عبروا كل عن مدن العراق وقراره يدركون جيدا أن ما نعيشه اليوم ليس صراعا صفريا بين الأخوة في الوطن، وإنما اختلاف واجتهاد يحتاج إلى الحوار ثم الحوار ثم الحوار من أجل حل هذه المشكلة.